Bien, buenas tardes, amigos. Amigos. يا عيال انتوا جايين من فضاء؟ وش ده؟ كنا بنجريزي يعني. سيلبريسو اميغوس بوركي لا كابيفا. بيرا تانكيلوس. بيرا كارابيتك على فوق. كمستكا. شيء خطير. والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله بدعوا ما شاء الله. طبعا ساعدتنا مباراه الغربي البرياني. تحيه للغربي مباراه الغربي البرياني. خذ راحتك خلها الله يعطيك العافيه. والله ما شاء الله طيب ابدعوا ما شاء الله. ممكن نقدم الله يكرمك. ممكن نقدم الطبقين هناك بعد اذنك؟ ممكن نقدم الطبق الثاني هنا يا شباب؟ ممكن يا ابو برلا بس ابنك يا بيلا بس سكين يلا شباب أبو. ممكن نقدم الثاني؟ ممكن الجميع يستريح يا صديق. اسمع ترجم له بالنك اول شيء سي اتكلم. والله ما شاء الله الشباب ابدعوا والله ما قصروا والله يسعدهم ان شاء الله. والله طيب ما قصروا. ممكن نستريح يا شباب الجميع يستريح بعد اذنكم؟ ممكن نستريح. اي والله يا شيخ الله يجبر في خاطرك دنيا واخره انت وياه. قسم بالله العظيم ان استمتعنا لكن تعبت والله تعبان نفسيا. احس اني ما احس ان في الله الله حركه ما ادري يبغى يسوي سي ولا ما يبغى يدعي. انتظار هذا حركه السوبروغو انتظار. تعال تعال هنا. ممكن الكاميرا وراك على الطيب. سوبروغو الله يعيني ريان. ممكن بس تجي بعد اذنك يعني وانا عاملكم والله اخواني. ايه سوبروغو سوبروغو باخذ العقاب. لا لا والله لا والله اكسر ايدي ولا الله يطول عمرك. فاكهه البلاش. ايه موز. صح يس طيب اوف كورس. شباب اول شيء حاب احييكم. الله يحييكم على صراحه الجهد اللي بذلتوه في المطبخ. اقسم بالله حاجه رهيبه. الحمد لله. شيء ثاني ممكن في احد منكم منشط؟ يس احنا عندنا شنار. ممكن شنار رايق انت؟ والله يعني خذ راحتك متى ما روقت اعطني خبر. والله اني كل ما جيت بسوي رجيم معترض لي كبستين غايب شطنها. والله اني كل ما جيت بسوي رجيم اعترض لي كبستين غايب شطنها. سلام. الله الله صح صوتك صح لسانك. الان في هذه اللحظات يا شباب اعزائي المشاهدين اعزائي المشاهدات في هذه اللحظات في هذه اللحظات يتذوق عبد الله الزميلي طبق اليوم. فيا ترى من سيحصل على 1000 نقطة؟ بس شوف انا اليوم لا تحرجني على الهواء. والله انا بحرجك انا بحرجك. انا امس تطلبه ما تطلبه اليوم لازم انت سم. انا خلاص بتذوق ابشر. طيب شباب عندنا تغريدتين على ما تبرد الكبسات. بس عندنا تغريدتين ولا تبون تاكلون؟ لا 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 سم الصدق والله ترى معنا زملاء يبون يتغدوا. طيب شو اسوي؟ ان شاء الله ننهي الفقره ندعيهم. ما عليه ان شاء الله نقيمكم شيء حلو ان شاء الله. طيب جيب ملعقه على الاقل. جيب لي ملعقه. والله اول مره في تاريخ عبد الله الجميري. تحيه لعبد الله الجميري شباب. تحيه لعبد الله الجميري انت يا انا اقول لك اول مره اتذوق على هواء. قسم حطوني في موقف محرج عشان كذا غيرت الاليه من بكره ان شاء الله. ايش ما في ثقه يا عبد الله؟ ها؟ ما في ثقه. الثقه موجوده لكن انا ما انا بعلمك بعدين. ايش معك؟ نعم بعلمك. وديم بعلمك. هات يا ولد من حقك الله لا يهينك. لازم مسحه ولا خله يلا خذ راحتك. تذوق ان شاء الله انه يقيمك مشين حلو ان شاء الله. يجي منه ان شاء الله حلو. انا بقيم صح؟ اي ممكن تهدى؟ لازم اعزز لك انا. ممكن تهدى؟ ما تبيني اعزز لا بس الله ما لا ما قصرت والله بس انا لله وجيب استعطاف عرفت. ما شاء الله تبارك ما شاء الله تذوق ما شاء الله. هذه طبخه ريان وعايض. هذه ريان ونايف وعايض ونايف وريان ما شاء الله. هالطبق هذا ما شاء الله ما شاء الله. هذا الطبق البرياني وبهارات البرياني. شوف يا عبد الله الزميلي رجعها عشان رجع البهارات تزبط الامور. ابشر بها الغربي. لا لا حطها هناك بعد. الله لا يحرمك الغربي ابشر بي ما زيت الزيتون. خلي تقييم يا جماعه رجاء يا جماعه خلي قيم ما شاء الله. والله ما شاء الله كل طبخكم حلو اليوم ما شاء الله تبارك الله. ركز عليها بالحيل دقه لازم عشان تطلع تقييم صح. انا صح ايش ما قيمت؟ انا امس قيمت. انا مقيم امس الجميري 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 اي الجميري عبد الله الجميري. الجميري ولا الجميري؟ بالراء لعل فيه الف عافيه. الله يطول عمرك. لا مقدم لا انت ولا في الزميلي. كلنا انا وياه واخوان كلنا لك
ما عليك ان شاء الله انه بيذوق يا ولدي بيذوق شغل شغل حلو. هلا غمرني بشوقك داير مثل بركان هلا بك تبقى رجاء رجاء خليك تذوق لازم تذوق والله يستمتع لازم يستمتع لازم ياكل بالدقه الرز بالدقه الدجاج بالدقه بذمه وضمير اي هو انا الحمد لله انا بريء منه هو طلب كبسه ما طلب خبز ونشر والله شوف في طبخه اسمع يا اخوان والله في طبخه فنانه بس انه زين تمويه لو ما هي في جايه تمويه اكلها حلوه في طبق ثاني رزكم الطبق الثاني صلوا على النبي الطبق الثاني جرب الطبق الثاني الطبق الثاني تقييم يرضيك اسمع امورنا طيبه صلوا على النبي والله رز ومحب شباب صلوا على النبي انا صديق عشان بس اللخبطه اللي حصلت اليوم وما وفروا المقادير صراحة اللي موجود فحاب أقول لكم يا شباب أنه اليوم هو اليوم الاستثنائي اللي بنعطي هذه النتيجة اللي 50% 50% على جهودكم صراحة لأنه لو بعطيك 1000 وأعطيك 0 بظلمك ولو العكس كذلك بظلم لأن أول حاجة أنا ما قيم ولا ذوق والله ف 500 500 هذا اليوم الاستثنائي ولن يتكرر أنت رجل الخطأ نتحمله نتحمل الخطا كلنا طيب عطنا فريق الانتاج هو المخطي وحنا نتحمل انا وطاقم الانتاج والاعداد حنا نتحمل الخطا كله اي برنامج بداياته يكون فيه تلقيطات وكنا واقص بيض الله وجهك والله ما قصرت وكل